اضطر موظف شرطة مكلف بتأمين عربات الترامواي بولاية أمن الدار البيضاء لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل احترازي أمس الاثنين 28 من غشت الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 39 سنة كان يحمل سكيناً وعرض سلامة مستخدمي ومستعملي عربات الترامواي للخطر. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشبه فيه على تهديد المستخدم المكلف بمراقبة التذاكر باستخدام السلاح الأبيض، كما أرد مقاومة عنيفة في مواجهة الشرطي المكلف بتأمين عربات الترامواي، وعرضه لاعتداء جسدي وجروح متفاوتة الخطورة. وهو ما اضطر الشرطي الضحية لاستخدام سلاحه الوظيفي وإصابة المشبه فيه على مستوى أطرافه. وقد تم نقل الشرطي المصاب وكذا المشبه فيه إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية في وقت فتحت فيه فرقة الشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.